تحياتي. في فوائد بعيدة عن الألقاب والكؤوس أنا بقدر أعتبرها فوائد استراتيجية لما يجيك جوارديولا، فما بتقيم تجربته دائما من خلال الألقاب، لأنه في فوائد أخرى بتساعدك. طبعا الألقاب شيء مهم لأي فريق كبير في كرة القدم. أول فائدة والكل بيعرفها، أنه لما جوارديولا يكون بفريق الاهتمام الإعلامي بتغير مين مكان هذا الفريق. حتى بايرن بعظمته كفريق من أعظم الأندية بالتاريخ، لما كان معاه جوارديولا وبحسوا هذا الشيء الجماهير، اهتمام الإعلامي خصوصا باللغات الأخرى غير الألمانية أكبر. شفنا كتب انكتبت عن تجربة بايرن، أفلام وثائقية عملت، هذا الشيء ما شفناه حتى مع هاينكس اللي جاب الثلاثية. بيعطيك اهتمام أكثر، اهتمام أكثر معناها نفس المشجع عنده مواد أكثر يحضرها عن فريقه، يتعرف على فريقه، يرتبط بفريقه، إضافة أنه معناها انتشار أكثر، معناها عقود رعاية أكثر، عقود تجارية أكثر. وحتى لو جوارديولا رحل بتضل فلوس موجودة، وهنا أنا قصدي بالمفهوم الاستراتيجي أنه شيء حتى لو رحل يضل موجود. الشيء الثاني أيضا مشهور فيه جدا جوارديولا، تطوير الشباب بحدة يعني بسرعة، بخلي اللاعب الشاب يوصل بسرعة لمستوى أعلى. هذا الشيء ملموس عنه. لو شفنا بايرن ميونخ كومان من أهم لاعبي ما وكيميتش أيضا، والاثنين ساعدهم جوارديولا على التسريع. برشلونة يوما ما الرجل نزل كريستيان تيو وإسحاق كوينكا يلعبوا كلاسيكو، يعني عنده الثقة بالنفس إنه يغامر ويتحمل مسؤولية عشان الشاب. فلو رحل جوارديولا بيظلوا الشباب موجودين. الشيء الثالث أيضا مهم جدا، جوارديولا بيزرع عقلية انتصار حقيقية، بتبطل المسألة مسألة صدارة ومش صدارة، لا، نسبة انتصارات عالية، انتصار من مباراة لمباراة، عقلية الانتصار حتى من الفرق اللي بتحب الانتصار جوارديولا بيعززها بشحنها. فحتى لما يرحل بتضل موجودة، يعني بطل الناس راضية ب 60% نسبة انتصارات لأنه جوارديولا معوده مع 75%، هذا الشيء بيشحن الفريق وبيخليه دائما بأعلى حدة. الشيء الرابع والأخير إنه جوارديولا وين ما يروح دائما بيقدم أحسن كرة قدم بأوروبا، ولما تحكي أحسن كرة قدم معناها جمهور حيحبه أكثر، معناها الشعبية حتزيد. الآن لما يرحل جوارديولا طبعا في جمهور حيرحل معاه زي ما بنعرف، بس ممكن من 100% يضل لك 60-70% من اللي جابهم يضلهم يشجعوك، معناها جمهور أكثر، معناها شعبية أكثر، وبنعرف نهايتها معناها نجوم أكثر بالفريق وفلوس أكثر للنادي، وهي أشياء بتضلها موجودة حتى لما يرحل بيب جوارديولا. مشروع استراتيجي تعيينه بعيدا عن فقط كرة القدم والنتائج.